فالقبر الواحد يدفن فيه عظام من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، فلا هذا يصل إليه شيء من نعيم هذا ولا هذا يصل إليه شيء من عذاب هذا. كرجلين ناما على سرير واحد ولبسا كساء واحدا، فرأى أحدهما في المنام رؤيا هي غاية في الملذة، ورأى الآخر رؤيا هي غاية في الشقاء والألم. فاستيقظ هذا يضحك مسرورا، واستيقظ هذا يبكي حزينا، وقد كان على سرير واحد ويلبسان كساء واحدا، فلم يصل إلى هذا شيء من لذة هذا، ولم يصل إلى هذا شيء من شقاء هذا وألمه.